هلو يا حلوين، ان شاء الله تكونوا بخير. احنا صافا الحمد لله، على بالي ما رانيش نطلع عليكم وما رانيش نحكي معاكم بصح. قلت لكم صبروا عليا هاد الايامات، ان شاء الله نكمل شغالاتي ونفري اموراتي ونعود نقولوا لي ستوري تاعنا. المهم سيدتي ساداتي، هذاك النهار كنت وريت لكم واحد البرودوي واسمه فلوري، هاوليك هذا الماسك وهذا سبراي تاع انتي شوت اللي كنت هدرت لكم عليه وسيتو معاكم وقلت لكم راح نعتمدو منا للفوق في الروتين تاعي. دونك نعاود لكم بريفلي للناس اللي ما لحقوش بستوري تاع هذاك النهار. فلوري سي ان ماسك 98% طبيعي، وانا لي ديرنيي طون كيما قلت لكم مع تكميمات وليت ما نحبش نستعمل، وليت نرد بالي بزاف ونستعمل الحاجات الماكسيموم اللي يكونوا طبيعيه. وصراحه هذه الحاجه اللي شجعتني باش نهضر لكم عليه فلوغي وقلت لكم راح نسيه معاكم. هذا ماسك فيه زيت الجوجوبا، زيت الارغان، فيه بزاف مكونات طبيعيه اللي تحفز نمو تاع الشعر وتحافظ على الشعر. طريقه الاستعمال تاعو سهله، عندكم اون فوا باغ سيمين، مره في الاسبوع راح تابليكيو هذا لو ماسك على شعركم قبل ما تغسلو، قبل ما تدوشو صديق تابليكيو هذا في الفروه تاع شعركم، تاخذوا شويه منها وتابليكيو في الفروه تاع شعركم وتسيو ديروا شو مساج خفيف وتغطيو شعركم بسربيته سخونه كيسيون تاع يتفتحوا لي بو ويدخل لو برودوي لداخل ومن بعد تغسلوه نورمال. هذا السبراي تستعملوه نهار على نهار، وحاجه اللي عجبتني فيه انه ما يزيدش الشعر، شعركم يكون نظيف ما تخافوش منه، تقدروا تستعملوه بكل اريحيه، ديروه وكما قلت لكم ديروا مساج خفيف هكا في الفروه تاع راسك. دونك نظرا للمكونات الطبيعيه اللي فيه والرائعه اللي فيه، واش راح يدير لكم؟ راح يحبس لكم تساقط تاع الشعر وراح يخلي شعركم ينمو بشكل صحي ويخرج الشعره صحيه وتبريي وتبان healthy. بس كعليه 98% فيه مواد طبيعية واللي يحتاجها الشعر. اوكي للطلب راني حطيت لكم لو ليان لهنا، خليكم لاباج تاعهم لهنايا، راهم دايرين لكم عرض بزاف بزاف هايل. الناس اللي راهي حابه تسي هذا الماسك لو بخي تاعو راح يكون 240,000. الزوج لي ماسك راح يعطوكم التونر هذا -60%، كي تشرو ثلاثه لي ماسك من هذا راح يعطوكم هذا التونر غراتوي، يديروا لكم لا ليفريزون لي 58 ولايه، لا ليفريزون ثانيك راهم دايرين دي بروموسيون عليها. حبيت نقول لكم بلي عندهم ستوك ليميتي، يعني عندهم كونتيتي صغيره، اللي يلحق بيها للحق، اللي ما يلحقش الله غالب.